السيوطي عندما ألف هذا الكتاب وجعل هذا الباب باب كانا، هو كل الجامع الصغير بناه على حروف المعجم. معنى حروف المعجم يعني جاء إلى الأحاديث، بدأ بحرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راي زاي سين إلى آخره، يسموه حروف المعجم، رتبه على حروف المعجم. عندما جاء إلى باب كانا أخذ أحاديث الشمائل التي مرت في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في بداية باب كانا ورتبها على حروف المعجم، لكن ليست هي كلها باب كانا، لكنه من أدب، شوفوا ذوق العلماء، من ذوق العلماء، من أدب العلماء، الإمام السيوطي أخذ الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم أخذها وجعلها في الأمام ورتبها على حروف المعجم، ثم بعد ذلك أكمل الباب من البداية بحروف المعجم. يعني الآن هذا الحديث كان وجهه، كان ما نحسب، كان الحرف الأول بعد كان واو، هذا آخر حرف في هذه الأحاديث. عندما انتهت أحاديث صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية شكله، رجع إلى حروف المعجم بالبداية، كان أبغض بعد كان ألف باء. هذا ألف باء المفروض إذا على قانون كتاب الجامع الصغير يكون هنا أول حديث، يعني معنى أول حديث كان رسول الله أبيض، كان المفروض هنا يكون، لكنه أدب الإمام السيوطي ما انتبه، حتى يعني كثير من العلماء ما انتبهوا إلى هذه المسألة في 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 شروح في شروح هذا في شروح الجامع. ذكروا أن السيوطي لا يلتزم بحروف المعجم، هو ملتزم ولكنه صاحب ذوق، خرج عن الالتزام أدبا مع صفات النبي، لأنه ما مناسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا أبيض الوجه وبعد ذلك كان رسول الله أبغض إليه الكذب، ما مناسب، هذا مع هذا ما مناسب، إذن هو يخرج عن القاعدة ويجمع الأحاديث، أحاديث صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتبها على حروف واحد. عندما انتهت رجع إلى منهجه في كتابه الجامع الصغير ورجع إلى نفس السياق. الآن جاء قال كان أبغض ألف باء، بعده كان أحب ألف حاء، كان أحب كان أحب كان أحب كان أحب إلى بعد الألف والحاء مباشرة يأتي كان أخف ألف خاء، نفس النظام على التسلسل، بعدين كان إذا ألف ذال، وهكذا نكتة لطيفة وفائدة جميلة قل ما انتبه. أنا ما رأيت أحد يعني في هذه الجزئية هنا ما رأيته، الله قد يكون ذكرت لكن الآن ما يحضرني أني قرأت هذا المعنى عندنا. نعم الشروح.